السلام عليكم اخوتي اخواتي، دايرين بخير؟ لاباس عليكم. درت لكم هذيك الصوره باش اي واحد يقرا هذيك الصوره يقول الحمد لله على نعمه اللي كنمشي انك تعيش في الحريق. ما سوقت تشرب لك الوالد وشي الطوائف اللي بغيتيها تجيبها لراسك. الحمد لله هنايا الخوت، مجيش كنت كنتسناو فازة ديال الكلاب وديال النبولة. المهم كنجمع عليكم لقطات وصافي. والله اصاحب الجدار كتسناي هو هاد النهار تصور وشوفو وجهي كيفاش داير. هاد غدا في لومبيلونس وصاد وادي وراكم عارفين، حيتاش مشيت ترونسفير من سبيطار لسبيطار زعما بقيت كنتسنى. المهم هنايا كيقولو لي شربي الماء مزيان باش منين دخلت الحاجة نلقى نبولا وداكشي عامر وهيدا. اي والله يفرجها وصافي. عرفت والله الا كندور ها امتى يدخلوني التلفازة باش ندير صور، وما بغاش الماء كاع يجمع ليا. وهنا نتوما حيتاش ممنوع التصوير في السبيطار ولا نشد شي حاجه، المهم كنحاول نشد ليكم هي لقطه لقطه بالفيديو هكا ونهضر. هنايا راه مازال كنتسنى حيتاش خاصني لافيسي ديالي تعمر باش ندخل ندير التلفازه، ولكن في الاخير درت غير الكلاوي، يعني لافيسي ديالي ما عمراتش درت الكلاوي. صراحه كانوا مخوفيني ولكن الحمد لله الحمد لله ما لقاو فيهم والو، يعني لقاو عندي مشاكل وحده اخرى سنشرح لكم. هنا عاوتاني درت راديو على ظهري ورجلي وكل شيء. عاوتاني هنا كنتسنى مازال ما عارفاش ما جاوبونيش ما قالوش لي هنا شنو عندي. ونخليكم في امان الله ودعواتكم معايا.